شوفوا البارتي هذه حاطين فيها التوابل وحاطين فيها المكسرات وتلقاو عنده ما شاء الله، ثم حتى الحلويات شو اسمها الحلويات اللي هو بال حطوا بال 100 جرام وكذا يا جنجر 100 جرام فهمتوا. ثم الرز زاده بانواعه تلقاه، ثم الحمص، حاسلوا كل ما هو بقوليات وكل ما هو توابل وكل ما هو مكسرات، وال شو اسمه الكاندي زاده كما قلت لكم حاسلوها شفتوه.